يقول لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول وهو رئيس المنافقين في حديث الإفك؟ بعضهم قال أنه لم يكن يصرح عبد الله بن أبي بن سلول، بعضهم يقول أن النبي تعارضت عنده مفسدتان ورأى تقديم يعني المفسدة الأخف وهي ترك جلد عبد الله بن أبي بن سلول حتى لا تقع مفسدة أعظم وهي الخلاف الذي كان سيقع بين الأوس والخزرج.